واحد البنيته غادي تصيفط لي تصاور ديالها وهي مكتفه ومحروده من النص نتاع وجهها، وفيديو اللي فيه كدير الحجامه من قاع راسها مع واحد الخلفيه اللي فيها الصوت نتاع القران الكريم. ويلي شنو تكون القصه نتاع هاد الطفله؟ هذا هو اول سؤال جاني في بالي لما شفت هاد الصور. درني راسي شنو يكون وقع ليها وشنو سبب هادشي وشحال يكون في السن ديالها وعلاش هي وواش هي صادقه. ما ترددتش واختاريتها ما بين بزاف ديال القصص وسمعت احداث قصتها وتصدمت من السبب اللي حتى نتوما غادي تصدموا منه. وككل مره كنطرح سؤال، واش حنا باقيين تنشاركوا هذه الارض مع شياطين من الانس؟ كنظن الشيطان وما يتجرأش عليك بهذه الطريقه. المهم ما غاديش نحرق لكم الحكايه وغادي نخليكم تتابعوها لانها فعلا تستحق تكون عبره. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب ساميلي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد. فاذا كنت جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار دار كيف العادة. غير هو قبل ما تفرج في الحلقة ما تنساش انك تضغط على زر الاعجاب لما تكلفك حتى شي مجهود، وانك تنضم العائلة ديالنا اذا مازال ما انضميتيش لها، وتفعل جرس القناة باش تكون ديما كتوصل بفيديو كيف كيتحط لانني دائما حاضرة. وكيف العادة شكرا بزاف على التعليق ديالكم الجميلة، وكونوا اكيدين بلي انني ديما تنقراها. بعد مرات كنجاوب بعد المرات لا، على حساب شنو كنكون تندير ديك الوقيته، ولكن كلشي تنقراه حيت كيف كتعرفوا ما عنديش غير يوتيوب، عندي حتى انستغرام، عندي بودكاستات اللي كنقدهم وكنوجد الحكايه اللي جايين. المهم انا دائما معكم، فخلي ما نتطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا الهام، غادي تبدا الحكايه ديالي فاش كانت عندي تقريبا 14 سنه، ولكن قبل حليت عيني وسط عائلة اللي هي عادية واللي ما مخليني حتى شي حاجة. كنت أنا هي الصغيرة في خوتي واللي كانوا كبر مني بسنوات، ولكن كنت فقدة واحد شوية ديال الحنان ديال الأب بحال أغلبية الأباء اللي تيكونوا قاسين في المظهر ولكن حنان داخليا. المهم غير هاد النقطة كان كلشي مزيان في حياتي، وكنت متفوقة في القراية حتى وصلت لإعدادية. في هاد المرحله كان خويا غادي يتزوج بواحد الصديقه ديالو اللي كانت كتقرا معاه واللي دامت ما بيناتهم واحد العلاقه طويله ديال الحب. المهم هو فاش سلا قرايتو وخدم قرر باش انه يتزوج بهاد بنت الناس، لكن امها ما بغاتش. لا ما يمكنش، انت عايشه في مستوى كيفاش داير وغادي تمشي تعيشي في مستوى اقل منك؟ ما بغاتش لانها كانت كتنتمي لواحد العائله اللي هي ميسوره، وحنا كنا ناس اللي على قد الحال ما عندناش وما خصناش. فامها غادي تقول ليها اختاري يا اما انا ولا هما، زعما خويا وحنا، ولكن هي غادي تختار خويا. هنا قالت ليها امها بلي انه غادي تحملي هذا القرار ديالك، وبلي انه ما غاديش نحضر لعرسك ولا حتى شي مناسبه ديالك، وحنا غادي تقولينا منين ديتو ليا بنتي ما عمرني ما نخليكم تهناو في بنتكم. ما دينا ما جبنا في هذه الهضره، وفعلا خويا غادي يتزوج بها وتكلف بكل شيء وما غاديش تحضر امها، وجاو غير خوتها. داز العرس، وبما انه خويا كان خدام خدمه اللي كانت على قد الحال غادي تكون معنا بيد ما تيسرات ليه الامور ديالو. من بعد غادي يتحولوا لواحد الدار وحده اخرى في نفس المدينه اللي حنا فيها. هاد مرت خويا انسانه اللي هي جد طيبه ومخلقه وشاده في صلاتها، قلنا صافي فيها خير، كل واحد شد الحدود ديالو. لكن خوتها غادي يتدخلوا، الله ينعل الشيطان راه كتبقى امك واخا دير اللي دارت، وهي راه ما بغاتش غير حيتاش على وديت النيفو اللي ماشي بحال ديالنا بحال ديالهم. المهم دخلوا العائلات، قلنا عاوتاني صافي نعلو الشيطان اجي نصلحوا الامور. مشينا لعندها لدارها بحكم انه كانت عندها الدار خارج المدينه، فهزيت معايا حويجاتي حيت كنا عوالين اننا ما نباتوش شي نهار ولا يومين. ضيفاتنا وحطات لينا كسكسو، المهم انا حويجاتي غادي نحطهم في بيت حفيدتها. دوزنا دوك يومين ورجعنا في حالنا. انا في هذه المرحله بالضبط كنت تنقرا في الثامنه، غادي تجيني مغاجي، مشيت عند اطباء لدرجه انا ووالديا خسروا عليا بزاف ديال الفلوس. نعست 3 شهور 4 شهور في الكلينيك وجاتني كوما وغادي نتشلل، والاطباء حاروا فيا ما لقاوش سبب النزيف. كيبان لي راسي انه الحياه توقفات قدام عيني، لانه انا مازال صغيره مازال باغا نلعب ومازال باغا نقرا ونحقق المستقبل ديالي. فما تقبلتهاش وبديت نقول اذا كنت يا ربي غادي نبقى حياتي كلها بحال هكا غير ديني عندك. المهم غادي ياخذوا ليا في السبيطار طرف من المصران حيت شكو ياك ما عندي شي سرطان. من بعد ديك 4 شهور في الكلينيك وانا ما تنقدرش نتمشى، غادي يجي خويا باش انه يديني عنده للمدينه فين هو تيسكن باش يديني عند شي طبيب تما ويقابلني. بالليل تعشينا كل واحد مشى نعس، وانا نعس بحال اي مره حتى كنحلم بمرا معاها مشا كحلة، وديك المرا كانت خايبه في الصفه ديالها ولابسه كلشي كحل وشداني بحال كتسلخ فيا. انا بديت كنغوت لربي اللي خلقني. جات ماما هي وخالتي كيفيقوني وبديت نبكي ونغوت ونقول لهم بلي حنكي
راه تيحرقني. هنا غادي يدوروا لي وجهي وغادي يلقاو بلي انه بحيله محرود مع الارض. حتى شي حد فينا ما فهم كيفاش جات ديك الحرده في وجهي، فبداو كيقولوا بلي انه هادشي راه غير طبيعي، وبداو كيقراو لي القران وشكو ياك ما بيا شي مس، حيتاش نعست بخير وما بيا والو. وهنا فين غادي تبدا حكايه وصراع من عالم اخر. غادي يصبح الصباح داني خويا عند الراقي اللي غادي تبدا معاه مرحله واحده اخرى، وهما دايني كنت انا رافض كلي، تنقول لهم بلي لا وانا راني ماشي مسطيه وانا ماشي مجنونه وما بغيتش نمشي عند الراقي. كنت رافض الفكره تماما، ولكن داروا لي فراسهم ومشيت عند داك الراقي. وداكشي اللي وقع كان غريب بزاف، اول مره غادي نمشي لذاك العالم. دخلت وسولهم شنو عندها ومالها وشو ديك الضربه اللي في وجهها. غادي يرش ليا واحد الماء ديال القران على وجهي وبدا تيقرا، حتى لواحد اللحظه رجليا اللي كانوا مشللين بداو كيترعدوا ليا، ومن تما ما بقيت على حتى شي حاجه. فاش رجعت للوعي ديالي لقيت بلي انا ماما كتبكي، وهنا فهمت بلي انه عندي مس، وقع شي حاجه اللي انا ما حسيتش بها. فاش طحت بديت كنطق وقلت الاسم نتاع شكون اللي دار فيا هذه الحاله وشنو تهز ليا، وقلت بلي انه النهار اللي مشينا فيه بتنا عند مطمرت خويا غادي تهز ليا شويه من شعري وغادي تهز ليا شي شويه من حوايجي، وهي السبب نتاع هادشي كله. فهاد المرحله بالضبط مرت خويا غادي تعترف بلي انه ما سحاره وبلي كتعاطى الشعوذه وبلي كدير ذبائح لغير الله. والو تخلعنا وخفنا، وخويا تناقش مع مرتو علاش ما قالتليش هادشي من الاول. المهم رجعنا في حالنا، وكل مره كنت كنمشي فيها المدرسه كنت كنتعذب، لانه ديك السيده كانت دايره لي السحر حتى على قرايتي. مثلا فاش كنمشي الاستاذ كيهضر وكيشرح انا كان دماغي ما معاياش طاير، بحيله تنسمعهم كيهضروا بالشينويه حتى كرهت القرايه. اذا دخلت للحصه ديال الاسلاميات انا كنبدا كنتعصب وكنخرج من عنده، لدرجه كنت كنطلب الله انه يديني عنده حيتاش فعلا عييت. كنشوف بنات اللي هما قدي وصحاباتي غاديين المدرسه، وانا عندي واحد نزيف اللي ما بغاش مازال يحبس ومشلله وما قادراش نتمشى، ماما كتبكي بسبابي، بابا كذلك، وخوتي. كنشوف اني انا معذبه ومعذبه معايا عائله كلها. كان يبقى فيا الحال بزاف. ايام الرقيه كنت بديت كنتمشى واحد شويه، ولكن ماشي النتيجه اللي كانت خاصها تكون، لدرجه انه رقات المدينه كلها فين تنسكنوا عرفوا حالتي، منهم اللي بغى يستغلنا انه كيطلب لينا اثمنه اللي هي خياليه. ماما غادي تبيع كاع الذهب ديالها باش انها تكمل لي العلاج، لانه بابا ما خدامش شي خدمه اللي يقدر كل مره يحط بها مبلغ مهم في هذا الشيء. المهم بقيت مستمره في الرقيه حتى لواحد النهار عاوتاني غادي نفيق الصباح وغادي نلقى الحمي كامل مشرط. فهاد النهار بالضبط كرهت فعلا حياتي وما حسيتش براسي حتى كنحل عيني وسط الزنقه خارجه تندور فيها وما عاقله على حتى شي حاجه. خوتي خرجوا يقلبوا عليا، ومن حسن حظي انني ما كنتش بعدت بزاف على الدار فغادي يلحقوا عليا. من ديك النهار وقت ما نعست كانوا كيربطوني لانه بحال تجيت من الدار، تنكون جالسه حتى كنبغي نوض نحل الباب ونهرب، هذا هو السبب اللي خلاهم انهم يربطوني. في نظركم كيفاش غادي تكون النفسيه ديالي انا ذاك؟ هاد الانسانه شافت النتيجه نتاع الافعال ديالها فيا ورغم ذلك ما حبساتش. حنا فاش عرفنا بلي انه هي اللي كتسحر لينا قطعنا معها نهائيا، حيت عقلنا بلي انها كتجي كترش لينا حتى قدام الدار، ولكن من بعد كانت اما كتصيفط لينا ماكلتها مع شي حد او تيكون عندنا سحر ماكول في منام، بمعنى انه الجن تيوكلك في الليل. حيت عقلنا بلي انه كتجي كترش لينا حتى قدام الدار، ولكن من بعد كانت اما كتصيفط لنا ماكلتها مع شي واحد او تيكون عندنا سحر ماكول في منام، بمعنى انه الجن تيوكلك في الليل وانت كتجيك بلي انك كتاكل عادي وغير في الحلم، لكن الاكثريه كان كيجينا في المنام. هي فاش بديت كنضعف والنزيف ما بغاش يحبس ورقاقيت وشعري كيطيح بواحد الكميه هائله، حنا ما كناش على بال. من غير هادشي نزيدكم اللي غادي يصدمكم كيف ما صدمني، بما انه كنا كنسكنوا في نفس المدينه فكانت عارفه الحمام اللي كنا كنمشيو ليه. كيف قلت لكم فاش كانت رشات علينا السحر في باب الدار ولقيناه تخلعنا وما عرفناش شنو داك العجب، ولكن عرفنا بلي انه هي منين جاي هادشي. فباش نتاكدوا جارنا عنده الكاميرات، غادي نمشيو لعندو وغادي نطلبوا باش اننا نشوفوا شنو داكشي اللي طرش لينا قدام باب الدار. ولقينا بلي انه الطيابه ديال الحمام اللي كتحك لينا هادي سنين حطاتها الطوموبيل وجات كبات شي عجب قدام باب الدار ورجعت لديك الطوموبيل ومشات، حيت هما مكلخين وما ردوش البال بلي انه كاينين كاميرات، او بالاحرى بغى يفتحهم ربي وصافي وعماليهم ديك القضيه. ماما بلا عجز غادي تمشي عند الطيابه هي وخويا وسولوها علاش درتي هادشي وشنو السبب.
طبيعة الحال ما يمكنش تنكر لأنه كانوا عندنا فيديوهات اللي تيدلوا بلي أنا هي مولات الفعلة، هددها خويا بلي أنه غادي يمشي ديكلاري بها، تخلعات وقالت ليه أنا غادي نعترف لك، راه فلانة هي اللي كلفتني باش أنني نجي نرش لكم في باب الدار، وبغيتكم دابا تسمحوا ليا. ونزيدكم بلي أنا كانت كتوصيني باش نجيب ليها حتى الوسخ ديالكم من الحمام عساكم الله. يا إلهي هادشي كله وقع وحنا ما سايقينش ليه الخبار، علما أنه من غير هاد الطيابة الناس حتى هما كانوا كيقولوا لنا راه ديك الطيابة راه كتعرف الفلانة، راه تكون كتهز لكم شي حاجه ديالكم وتكون كتعطيها ليها، حضروا رزقكم منها وصف. المهم انا صحتي غادي وكتدهور وكترجع للور، وليت بحال شي هيكل عظمي واقف كرهت حياتي وراسي، والعلاج ما بقيتش مستحملاه، واللي دمت موده وبحيله تهدنت ورجعت نقرا في التاسعه في الاولى ثانوي غادي ترجع ليا نفس الحاله. بقيت عاوتاني سير واجي كل مره عند الرقات، حتى لواحد النهار مت مرت خويا غادي تجي وتقول لنا سمحوا ليا وصافي والله ما باقي مازال نعاود وراه خير الشيطان الله ينعلو. المهم بدات كتدخل هنا وكتخرج في الهضره وقالت بلي انه صافي تابت، فتصالحنا معاها. من بعد جات لعندنا للدار وجابت لنا كسكسو، وهنا كانت ناويه غير على الشر، عاوتاني غادي نولي نستفرغ خير الدم وغادي نمشي لعند الاطباء اللي حاروا من جديد، راه ميكروب لا ماشي ميكروب، اي حاجه تيقولوها ما كنلقاوهاش. كان اصلا ضيع لي عام في الثامنه، يعني المفروض نكون في السيزيام دابا، وهنا غادي يضيع لي عام واحد اخر في السانكيام اللي خاصني نكون فيه في الباك، وهنا غادي تحبس ليا عقلي من ناحيه القرايه نهائيا ولا اي حاجه واحده اخرى، حيتاش فعلا ما بقيتش قادره نقرا، حيتاش كنمشي للمدرسه وكيبانوا لي دراري اللي صغر مني بعامين معايا في القسم، وصحاباتي تيبقاو يقولوا لي انتي مجنونه وديك الهضره ديال البنات. كرهت المدرسه وبديت نقول لهم في الدار بغيت ندير شي صنعه، ولكن والو، الهام غير نفر دارهم وما حملاهمش، غير حنا نجلسوا مجموعين كاينو الصداع ما بيناتنا اللي خايب، لدرجه انا وخويا ما بقاش قادر يجي عندنا للدار، شملنا غادي تشرشم. من بعد غادي نرجع ندخل للسانكيام ونجحت فيه، وطلعت للسيزيام اللي كانت عندنا فيه صوره يوسف، فبقوة داك السحر اللي كان شد فيا كنبغي نقرا القران ما كنتش كنقدر، والاساتذه كيبداو كيعايروا فيا وكيغوتوا عليا بحكم انني تنقرا في المخزن، فالاساتذه ما تيعطيوش الخاطر وما كيتفهموش هذه القضيه فاش نقولها لهم. تنكون جالسه في القسم حتى كنبقى كندير شي حركات اللي هما لا اراديه، هنا كرهت حياتي فعلا، ما بقيتش حاملة نشوف راسي في المرايا، وجهي محرود وكانوا كيديروا لي الحجامه في راسي، كرهت راسي نولي نشوف في ديك الحاله، حتى دارنا غادي يحبسوا عليا المرايات. المهم بحكم انني بديت كنكبر جا فيا واحد الشخص انه يخطبني وبغيت، ولكن بين ليله وضحاها بدون سبب ما بقيتش حاملة داك السيد، وغادي ندوز يومين بالحساب على خطبتي، غادي نعس ونفيق ونلقى عيني كل هذا مجامد، الرقي غادي يعطيني مورد اللي كل مره بديت كنقطرو في عينيا حتى مشى من هذاك الدم. انا غادي ندير مع داك الخطيب، تلاقيت به قلت له شوف فلان انا ما بغيتش نكمل معاك لا دابا لا من بعد، وراني تنعرف واحد السيد وحده اخر تنبغيه، وهادي صراحه كانت غير كذبه باش نحبس هذا الشيء ويبعد عليا. من مورا هاد الفتره لقيت راحتي في حاجه وحده هي انني نخرج، حيت كرهت حياتي الروتينيه مع الرقات والغوات، فوليت كنخرج كنسهر وليت باغا نكمي وتصاحبت مع رفقاء السوء، وهنا وليت كنشوف راسي غادي لجهه وحده اخرى مظلمه وما كاينش منها الخروج. غادي نخرج على الطريق لمده 7 شهور ولا 8، كنت كنخرج وكنسهر في الملاهي، واذا جا يدوي معايا شي حد كنت ندوي معاه وكنكملوا السهره في شي بلاصه وحده اخرى. فبديت كنجرب انني نكمي ونشرب ودخلت في هاد الطريق طول وعرض، وما نكذبش عليكم كنت مرتاحه وما كنتش مرتاحه، مرتاحه حيتاش بدلت العالم ديال الجن ونطيح والرقيه باني نسيه بعالم اخر اللي هو الحرام، خرجت من ديك الدائره ديال الرقات ونسيت السحر وديك الحياه والمعاناه ديالها، ماشي نسيت ولاني كنت كنتناسى واخا دماغي كان لاصق فيه هذاك الشيء. والديا ما تقبلونيش في هذا العالم. واحد النهار في واحد الملهى ليلي كنت تعرفت على واحد السيد، تبدلنا النوامر مع بعضياتنا وبقينا تنهضروا، فاش عاود تلاقيته كان بغى يديني على اساس انه يتعدى عليا في طوموبيلته، واللي حسن حظي انني قدرت نسلك راسي وهربت، وهذه غادي تكون اخر مره غادي نبقى فيها في هذا الطريق. كنقول الهام راك غدا في واحد الطريق اللي ماشي ديالك ولا حتى ديال عائلتك ولا خوتك ولا كنيتك، حتى والديا انا ذاك كانوا تيبقاو عليا والهام الله يهديك. بعد المرات كان بابا تيضربني ويقول لي انت غادي تهبطي لينا راسنا بين الناس بسبب ما بقاوش نقدروا نشوفوا الناس، واش عباد الله الناس خارجين كيصليو الفجر وانت عاد داخله للدار، والديا ولاو كيشدوني في الدار ويسدوا عليا باش ما بقاش نخرج ليهم، فبداو كيجيبوا لي الراقي وبديت في الرقيه، رجعت لطريق الله وبديت كنصلي، واخا وسط الصلاه اقسم بالله الا كنت كنبدا كنتلف وما كنبقاش نقد نكمل الصوره، وليت كنشوف حتى انه التقرب ديالي من مولانا ما كنتش كنقد عليه، وشي قوه كبر مني كتحبسني حيتاش كانوا كيتنساو ليا الصور.
واحد النهار غادي نفيق وغادي نلقى شعري مقطع كامل بحال شي كوب ديال الدراري، وانا اقسم بالله ما كنتش عاقله على شي حاجه ولا عرفت حتى كيفاش وقعت. من تما وانا عندي عقده من الشعر الطويل عامين وانا تنقطع فيه حيتاش تعقدت من بعد غادي ندير الفولار ديالي وغادي ندعي الله باش انه يشافيني ويبعد عليا الشر. ورغم هادشي كله انا اليومين هذا بقى حكايتي مع السحر مازال ما سالاتش. هاد السيده غادي تقف حتى بنتها، تخيلوا معايا تقفاتها على انها ما تولدش، لدرجه انها جلست 5 سنين بلا ولاد ما كانتش عارفه السبب، ودارت على جميع الاطباء وفي الاخر المطاف دارت على الرقات وطاحت ونطقات فين كاين داك السحر، ومشينا جبدناه ليها وخديناه من المقبره وحيدناه عاد باش طرخات وقدرت تولد. من مورا هادشي كله واحد النهار غادي نتلاقاو بمات مرت خويا فواحد العزا فاش مات واحد السيد اللي كنا كنعرفوه. غادي تقول ليها مرت خويا اللي هي بنتها واش مازال ما بغاش يهديك الله، رجعي لطريق الله وفوتينا عليك. شفتي اقسم بالله حتى ديك البنت اللي عندكم الهام غادي نشويها فيكم، اذا كان عليها غير هي غادي نخليها لكم ضيعه ما بين الزناقي. انا لحد الان باقي تنعاني من السحر ورجعت كنقرا في الباك مدابزه باش انني ننجح هذا العام. صراحه بغيت حكايتي تدوز باش تردوا البال من العائلات ديالكم. انا هاد السيده حسبناها من عائلتنا لانه بنتها مزوجه بخويا وما رحمتهاش، فما بالك انا هاد السيده دعيتها الله ياخذ فيها الحق، وانا مآمنه بلي انه لا يفلح الساحر من حيث اتى. عذبتني في حياتي بزاف لدرجه انه عذبت معايا والديا حتى وليت كنشوف راسي عالي عليهم. لحد الان عندي بزاف ديال العقد، ما نقدرش نجلس في الدار وانا مطفي عليا الضو، ولا حتى نجلس بوحدي، ما نقدرش ندير بزاف ديال الحوايج بوحدي حيتاش كنخاف نلقى راسي في شي بلاصه بدون الاراده ديالي. للعلم انا وحتى عائلتي حتى هما كانوا كيتاداو، ولكن ماشي بنفس النسبه لانني انا كنت زهريه، هادشي اللي كانوا تيقولوا لي الرقات، ودغيا كيشد فيا السحر واستهدفتني انا. هاد الشريره فاش عرفت بلي انا راني نقطه ضعف عائلتي حيتاش انا هي الصغيره غادي تنتقم مني بهم. دعيو معايا، هذه هي كانت حكايتي. وهذه هي كانت حكايه الهام. رسول الله تيقول عليه الصلاه والسلام من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاه 40 يوم. رسول الله ما قالش صدقه او لم يصدقه، ولكن قال من اتى، واخا كنتي غادي غير باش انك تنشط، فكيف بالذي يصدقه وكيطرق الباب ديالو غير باب الله، وكيف بالساحر نفسه. خلي الحديث نتاع سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام تيقول من صدقه بمن يقول فلقد كفر بما انزل على محمد، يعني كيخرج من المله. نسال الله السلامه. السحر كفر والممارسه ديالو كفر وشرك وخروج من الدين. علاش كتلقى بحال هاد المراه كتنوض كدير هاد الشيء وكتلجأ لهاد الشيء كله وضد بنتها واهل راجل بنتها؟ حيتاش ما عندهاش ايمان في القلب وما عندهاش ثقه في مولانا، وهي واقفه في الدنيا على لا شيء. انا بغيت نعرف علاش هاد الناس ما تيفكروش في غدا قدام الله، ولا فاش غادي يتخشاو في القبر ديالهم بوحدهم شنو غادي يوقع لهم. راه ربي ما غاديش يرحمك اذا اديتي انسان واحد اخر في حياته. اذا بينك وبين مولانا شي حاجه يمكن تصغ، يمكن دير بزاف ديال الحاجات اللي ربي توب عليك، ولكن انك تادي شخص ويموت ولا توقع ليه شي حاجه بدون ما انه يسامحك هذه اصعب حاجه. واخا تجدد التوبه ديالك حتى الصباح، لانه ما بين العبد والعبد امر صعيب انه يتغفر. هذه كانت حلقتنا الليله، نسال الله السلامه والعافيه، والله شافي الهام. شدي في صلاتك وشدي في ربي، ورغم هذا الشيء كله هي راه ما قادره عليك، ودوك الشيطان والجن ما قادرينش عليك، ولكن هذا قدر الله عليك وهذا امر مولانا عليك. نهار ربي غادي يهزو راه غادي يهزو، فما تخافيش وما تخلعيش، انت في الحفظ نتاع مولانا. كيف بزاف تنسمعهم تيقولوا قراي كل نهار سوره البقره، حاولي 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 حاولي، وان شاء الله يكون خير. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو غدا ان شاء الله في حلقه دينيه غادي تعجبكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.